وزير الصحة النهارده أعلن كمان على إنه موضوع حقن الاتش الار اتش حقن الار اتش الحلقة اللي احنا كنا برضو عاملينها من كام يوم متعلقة بيه، إنه في فوضى برضو في موضوع الار اتش وسوق سودا وحاجات من دي ونقص في السوق. الحقن النهارده الوزير قال إنه مش هتتباع خارج المنافذ. منع صرف حقن الار اتش الخاصة بمنع تشوه الأجنة خارج منافذها حفاظا على الكمية المحدودة اللي موجودة، لأنه يعني الكمية بالشعرة، ودي برضو استجابة جيدة نشكر وزارة الصحة عليها.